مرحبا، موجودين الآن بسيسلي، تحديداً منطقة نيشانتاشي، الوجهة الأولى للجاليات الأجنبية الأكثر ثراء. في عنا مشروع جاهز للتسليم بفرص عقارية سكنية واستثمارية عددها قليل. امتلاك تحييكم. المنطقة هون مليئة بالحياة، بالحيوية، بالمراكز التجارية مثل ما انتم شايفين، المطاعم، المحلات، المقاهي، أيضاً البراندات. على فكرة الشركات الكبيرة إذا حبت تفتح لإلها فرع باسطنبول بتختار هي المنطقة. مشروعنا عبارة عن مول تجاري مفتوح عم يضم حوالي 72 محل تجاري، وبالتالي أكبر من عدد الشقق الموجود داخل المشروع. مثل ما أنا شايفين المكان جاهز، الرقي، الفخامة، الوحدات التجارية مسلمة وعم تستقبل زبائنها. حيوية المكان يا جماعة. شوف محطة المترو، وجود المشروع بمركز المدينة عم يخليه يتنعم بوفرة المواصلات، بس مشروعنا فيه ميزة إضافية، وجود بوابة من المشروع نفسه على محطة مترو عثمان بيه. هذا الباب هو المدخل الثاني للمشروع اللي بياخدنا لنصف نيشانتاشي القديم. اللي بيعرف منطقة شيشلي بيعرف إنها إلها حصة كبيرة جدا بالتاريخ، لا سيما كانت مقرا لوجهاء الدولة العثمانية قديمة. منذكر أن الفرص الموجودة بهذا المشروع باتت قليلة، لذلك بادر وتواصل معنا في امتلاك العقارية وتملك بنيشانتاشي. إلى اللقاء.